الألعاب البارالمبية، الجودو. أول ميدالية ذهبية للجزائر من نصيب شيرين عبد اللاوية بعد تفوقها على الكندية بريسكيلا غانغو. شيرين عبد اللاوية ترفع راية الجزائر بطوكيو. وبهذا الحدث الجميل للجزائر، قاد بن عمار ينشر منشورا على صفحته في الفيسبوك بكلمات فخر، وقال فيها: ألف مبروك للمصارعة الجزائرية شيرين عبد اللاوية ذهبية الجيدو في الألعاب البارالمبية في طوكيو، شكرا لتشريف الراية الوطنية ورفعها عاليا. ووضع هاشتاغ وكتب فيها: أصحاب الهمم فخر الجزائر.